هنروح بقى لمحمد صلاح. النهاردة كمان استقبل مطار القاهرة الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قادما من دبي استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 من يونيو الجاري في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023. وغاب محمد صلاح عن انطلاق معسكر منتخب مصر حيث كان في راحة لمدة 24 ساعة عقب خوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والذي تعرض للهزيمة بهدف مقابل لا شيء. خلونا مشاهدينا الكرام نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذه المداخلة من الأستاذ أنس مصطفى الناقد الرياضي. أنس مصباح عفوا الناقد الرياضي، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك كل المشاهدين الكرام. النهاردة يعني استقبل مطار القاهرة الدولي نجمنا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، كيف رصدت هذا الاستقبال؟ صلاح وصل فعلا بعد عصر اليوم مطار القاهرة، وموعد انضمامه للمعسكر المنتخب يتحدد يعني بالتنسيق مع الجهاز الفني. طبعا نعم. صلاح انهى موسم صعب جدا السنه دي بالنسبه له، خسر مع المنتخب كاس امم افريقيا واخفق في التصفيات في العالم، ومع ليفربول خسر الدوري ودوري الابطال رغم انه حقق بطولتين الكاس هناك، بس طبعا كان موسم صعب على صلاح، حتى ده كان واضح على ملامحه لما وصل النهارده في مطار القاهره. اتمنى ان هو يعني يتدارك الامر سريعا لان المنتخب هيمثل حاجه له الفتره الجايه ان شاء الله. طيب يا فندم لو حبينا نتكلم برضو عن استعدادات المنتخب على وجه التحديد. تمام، المنتخب بدأ تدريباته أول امبارح، يعني قاد التدريبات أول أمس وأمس تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال لأول مرة. نعم. استعدادا لمباراة غينيا يوم 5 إن شاء الله. أول اختبار للجهاز الفني الجديد، نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله وربنا يعني يكرمهم الفترة الجاية ويقدروا يرجعوا شخصية المنتخب، شخصية نعم. المنتخب بالكرة الحلوة بالأداء الكويس وبالنتائج هي النتائج الجيدة والبطولات والفترة الجاية إن شاء الله. طيب احنا يمكن عايزين برضو نعول يعني كثير على الفترة اللي جاية وأن يكون هناك نوع من أنواع التدريب وللكوادر الموجودة داخل المنتخب، خاصة بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا وأيضا التأهل لكأس العالم. حضرتك شايف أو تستشرف المستقبل فيما يتعلق بالمنتخب إزاي يا فندم؟ خلينا نكون متفائلين، احنا في بداية تجربة جديدة مع الكابتن إيهاب جلال. الراجل من ساعة ما أعلن توليه المسؤولية وفي جدل كبير حواليه، لكن شخصيته متزنة، نتفائل بخير إن شاء الله ربنا يكرمه ويقدر الفترة الجاية بدعم اتحاد الكورة وبدعم الجمهور وبالتفاف الجميع حوله، لأن خلاص قرار توليه المسؤولية بقى قرار نهائي مش لسه فترة اختيارات، فلازم كل الدعم للكابتن إيهاب من كل المسؤولين وفي كل الاتجاهات. الراجل يحط استراتيجية يشتغل وربنا يكرم إن شاء الله الفترة الجاية المنتخب يقدر يرجع تاني يسعد المصريين بإذن الله. طيب حضرتك إذا حبينا نتكلم بشكل عام كده عن توقعات حضرتك للمباراتين يعني اللي هما غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 من يونيو الجاري، يعني إذا كنا حبينا كده نتكلم توقعاتك للنتيجة. رغم إن الظروف صعبة مش عشان غينيا وإثيوبيا فريقين قويتين، لا عشان إحنا فعلا نهاية موسم سواء للأندية المحترفة أو للأندية مثلا خسران دوري أبطال أفريقيا ولاعيبته أكيد. الانديه في اوروبا المحترفين بتوعنا في اوروبا موسم وفي حاله اجهاد اكيد عندهم، لكن ان شاء الله نقدر نحقق نتيجه ايجابيه ونبدا ان ايهاب جلال يوجه رساله للكل ان هو يعني رجل المرحله القادمه وان شاء الله يكون في توفيق بيلازمه ان شاء الله الفتره الجايه. طيب حضرتك تابعت يعني مباراه الاهلي مع الوداد المغربي الاخيره، يعني كيف رصدت هذه المباراه وايضا مستوى اللاعبين في الاداء؟ بالرغم طبعا في خساره اكيد كلنا زعلانين. نتكلم في شقين اثنين. انا شايف ان الاهلي خسر الماتش قبل بره الملعب قبل جوه الملعب. نعم. الاجواء اللي حصلت ومن اول اعلان الكاف اقامه المباراه في الدار البيضاء وملعب مركب محمد الخامس، الاجواء كلها يعني قد وضعت ضغوط كبيره على اللعيبه. رغم ان شخصيه الاهلي متعوده على الضغوط دي، لكن في النهايه اللعيبه دي بشر، يعني مش كل مره يقدروا يتحملوا الضغوط اللي بيتعاملوا معاها. نعم. ده اثر على مستواهم داخل الملعب، احنا في الماتش ما شفناش الاهلي اللي احنا عارفينه. موسيماني نفسه واضح انه ما كانش في تركيزه 100% برضه، يعني كان في اخطاء غير طبيعيه. كل الامور دي مجتمعه مع بعضها
ادت للنتيجه وخساره الاهلي البطوله، لكن في النهايه خساره مباراه او خساره بطوله مش نهايه العالم. طبعا هي مش نهايه العالم، ولكن ربما يعني يقول البعض ان النادي الاهلي تحديدا تعرض لمؤامره حقيقيه. الى اي مدى يا فندم تتفق مع هذا الطرح؟ الكلام عن نظريه المؤامره يعني الكلام فيها يطول، لكن احنا اللي احنا بنتكلم عنه ان كان في ظروف غير طبيعيه حصلت للاهلي، حتى شفنا كلنا منظر مجلس الاداره بقياده الكابتن الخطيب وهو بيتمنع من دخول الملعب قبل الماتش، وبعد كده مناوشات وشد وجذب، اكيد كانت اجواء غير طبيعيه. والكلام يكثر بقى اكثر عن الكاف واللي بيحصل في الكاف والفساد الكاف وكل الامور دي. يعني انا اعتقد ان الكوادر المصريه الفتره الجايه محتاجين كوادر مصريه حقيقيه في الكاس، تقدر مش انها تجامل الكره المصريه، لا انها يعني تجيب لنا حقنا، مش بالطريقه اللي حصلت دي يعني. طب ازاي يا فندم تجيب لنا حقنا؟ يعني حضرتك شايف ايه هي الاستراتيجيات او الاليات اللي ممكن تتخذ؟ الكوادر، لا عايزين كوادر حقيقيه في الكاس. بمعنى ايه؟ يعني مثلا الكاس اعلن زي ما قيل عن الكابتن وليد العطار اللي هو مدير اتحاد الكوره، اللي هو حط الجدول، الخطاب اللي جاله من الكاف هيبقى فيه اقتراع على ملعب النهائي. لم يعلم احد بهذا الا بعد ان تم تطبيق الموضوع لملعب الدار البيضاء في المغرب. هو نفسه طلع قال كده في مداخله تليفونيه، قال ان انا حطيت الجواب اللي جاني في الدورز، ما اعرفش ايه ملابسات الموضوع ده. وللاسف لا حد تابع ولا حد اهتم ولا حصل تحقيق في الموضوع ده. في النهاية الأهلي هو اللي دفع الثمن. نعم. لعب على ملعب المنافس وفي أجواء صعبة وخسر لقب كان ممكن يحققه بسهولة. الوداد فنيا مش هو الفريق اللي يغلب الأهلي. لو المباراة أقيمت في أي مكان ثاني، في يعني مكان ثاني غير ملعبهم وفي الأجواء غير الأجواء دي. طب لو حبينا نتكلم عن استعدادات الأهلي، عفوا يا فندم، لو حبينا بقى نتكلم دلوقتي عن استعدادات الأهلي للدوري ولكأس مصر. الفريق رجع امبارح طبعا من المغرب بعد المباراة، حالة من الحزن اكيد طبيعيه. طبعا كلنا الحقيقه مصر كلها حزينه يا فندم. موسيماني النهارده المدير الفني سافر المغرب، عنده دوره هناك تبع الفيفا بالتنسيق مع الاداره. اما الشق الاهم من كل ده ان الاداره فعلا يعني الفتره الجايه دي هتحط استراتيجيه على المدى البعيد. يعني ممكن الكابتن الخطيب هيجتمع مع شركه الكره برئاسه الاستاذ ياسين منصور ولجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح، دراسه المستقبل بقى زي ما حضرتك بتسالي، المستقبل الاهلي رايح فين؟ هل موسيماني هيمشي وهل هيقعد؟ في ترشيحات بدات تتقال من دلوقتي، يعني كل الامور مطروحه داخل الاهلي. الاداره هتقعد الفتره الجايه وتجتمع، كابتن خطيب من نوعيه الاداره اللي بيحب يناقش الامور في هدوء بعيد عن الانفعالات اللحظه. نعم. ما نتوقعش قرار قريب يعني. طيب يعني في برضو انباء يعني متداوله بان النادي الاهلي ربما سيشارك في كاس العالم للانديه، الى اي مدى هذه الاخبار صحيحه خاصه انه وصيف افريقيا زي ما احنا عارفين؟ هو اقتراح بزياده عدد الفرق المشاركه في مونديال الانديه ل 24 فريق. نعم. كل قاره هتزيد حصتها من المشاركه، بدل ما يبقى بطل بس اللي بيشارك في افريقيا مثلا يبقى بطل دوري الابطال الوسيط وبطل الكونفدراليه. طيب. لسه اقتراح، لكن الفيفا ما خدش قرار رسمي لسه في المعنى. طيب في بعض الاصابات في النادي الاهلي ربما ستؤثر على التشكيله يا فندم، يعني مثلا عندنا بدر بانون، عندنا اكرم توفيق. اكرم توفيق من الاصابات الطويله من كاس الامم الاخيره. اما الاهلي الفتره الجايه ما عندوش يعني مباريات، اول ماتش في الدوري خلال فتره التوقف الجايه مع ايسترن كومباني، يعني قدامه فترة برضه لالتقاط الأنفاس وتدارك موقف الخسارة الأفريقية والبناء اللي هو قادم إن شاء الله. طيب يا فندم شكرا جزيلا، الأستاذ أنس مصباح الناقد الرياضي، أشكرك جزيل الشكر يا فندم.